الدوري الإيطالي مشتعل جدا زي ما قلت لحضراتكم، بدأ في ثلاثي أو رباعي، بنتكلم على الميلان، بنتكلم على الإنتر، بنتكلم على نابولي، وبنتكلم على أتلانتا. لكن يبقى اليوفنتوس. أين اليوفنتوس؟ هل رحيل كريستيانو رونالدو من اليوفنتوس أدى إلى انهياره على المستوى الفني؟ هل كمان خلال المشاكل الإدارية الكبيرة جدا، ويمكن الأسبوع اللي فات وصول الشرطة لمقر اليوفنتوس، ويعني في اتهامات كثيرة جدا جدا في عملية انتقال اللعيبة وطبعا غسيل الأموال وما إلى ذلك من مخالفات قانونية لليوفنتوس، علشان كده هيكون معانا عبر سكايب الرئيس المركز الإعلامي في اليوفنتوس، طبعا صحفي شهير جدا على المستوى الكرة الإيطالية، أنطونيو رومانو. أنطونيو رومانو طبعا صحفي شهير جدا في الكرة الإيطالية وكمان موجود في المركز الإعلامي لليوفنتوس. بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. Buonasera, buonasera, الجميع شرف لي التواجد على قناة النادي الأهلي. تحية لجميع الموجودين في الاستوديو ولجماهير النادي الأهلي. النادي الثاني أكثر الأندية تتويجا في العالم بعد ريال مدريد. فخر لأنطونيو رومانو التواجد على هذه الشاشة، وتحية لجميع النادي الأهلي، وأتمنى غدا حظ سعيد للمنتخب المصري لمباراته غدا امام الجزائر. سعداء بوجودك معانا. لكن كمان كان خلال يمكن ساعه من دلوقتي كان في خبر عاجل، كمان كنا بنتكلم على اليوفنتوس، ولكن كمان في خبر عاجل عن القبض على رئيس نادي السامدوريا الايطالي لاتهامه في غسيل اموال و يعني امور غير قانونيه، يمكن تكون لغايه دلوقتي خارج النادي، لكن عايز اسالك عن صحه هذا الخبر. كما تعلمون لست مختص بأخبار نادي سامبدوريا وأخبار ماسيمو فيريرو، لكن إذا ما تحدثنا عن هذا الحدث هو خبر عاجل هز إيطاليا وهز الاتحاد الإيطالي وهز الكرة الإيطالية. أنا في بيان رسمي منذ قليل نادي سامبدوريا أعلن أن رئيس النادي ماسيمو فيريرو تم إقالته أو استقالته من منصبه بعد ساعات من اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم مؤسسية وإفلاس بعد تحقيق أجراء المدعي العام في منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا. تم اقتحام مكتب ماسيمو فيريرو وتم القبض عليه، ويجب أن نعرف أن سامبدوريا نادي عظيم لديه تاريخ، وماسيمو فيريرو شخص يمثل نفسه. سامبدوريا كنادي إيطالي ليس متورط في هذه الأشياء، ولكن القبض على ماسيمو فيريرو يختص به ماسيمو فيريرو، ويجب أن نفصل هذا الأمر. لكن قد يؤثر بالطبع على مستوى نادي سامبدوريا في الدوري الإيطالي وعلى سمعة الجماهير في الوسط الإيطالي. ماسيمو فيريرو هناك اتهامات عديدة، هو وستة من أعضاء شركاته في قضايا غسيل أموال وأشياء كثيرة سوف تكشف عنها، ولكن عاجل لقناة النادي الأهلي، ماسيمو فيريرو لن يغادر السجن، هو الآن داخل السجن. طيب على مستوى اليوفنتوس، وانت طبعا موجود في المركز الإعلامي النادي كبير اليوفنتوس، أيضا تشرح لنا يعني ما أثير من خلال طبعا دخول الشرطة لنادي اليوفنتوس والتفتيش والقبض على بعض مسؤولي اليوفنتوس لإجراء التحقيقات معهم في ملف، طبعا ملف فساد، ملف يعني التلاعب في انتقال بعض اللاعبين على مستوى الأندية، طبعا ارتباط نادي برشلونة والمان سيتي بهذه يعني البلاغات. اشرح لنا أكتر، وصلت القضية لفين؟ بالنسبة ليوفنتوس منذ أيام أو منذ أسابيع للأسف يوم بعد آخر الأمور تتضخم ضد اليوفي وضد جماهير اليوفي في أشياء تخص سمعة النادي في تورينو. والنادي اليوفي لديه سمعة كبيرة ولديه خبرة كبيرة. للأسف أتمنى من الصحفيين وأتمنى من الجميع
عدم الزج دائما باسم رئيس النادي أندريا أنييلي في هذه الأشياء. كل ما حدث أن الشرطة الإيطالية اقتحمت مكتب يوفنتوس من أجل التحقيق معه بقضية التلاعب المالي. أنييلي وإدارة يوفنتوس في قضية فساد جديدة. إدارة يوفنتوس دفعت أموال لأندية سامبدوريا وأودينيزي وبولونيا وجينوا لشراء لاعبين يوفنتوس بقيمة عالية حتى يستطيع أنييلي أن يساوي عجز الميزانية. هذا ما قاله الاتحاد الإيطالي. هناك بعض الأشياء بعضها حقيقي والبعض الآخر في إيطاليا ما زالت التحقيقات قائمة، وما زال أندريا أنييلي وبافن نيدفيد وستة من أعضاء مجلس إدارة نادي اليوفي. لكن لماذا لم تتحدث عن جينوا وبولونيا ومانشستر سيتي وبرشلونة؟ لأنهم أيضا تم توجيه الاتهام لهم في هذه الأشياء وبيع بعض وشراء بعض اللاعبين، لكن ليس شيء جيد من الصحفيين وبعض وسائل الإعلام الأجنبية والغربية أن يتم الحديث عن اليوفي بهذه الطريقة، أن هناك كالشابولي وهناك فساد مالي كبير. يجب أن نقول أن هناك بعض الشبهات ونحن نحترم القضاء الإيطالي. أكيد ما فيش شك طبعا، ويعني الناس يمكن الدوري الإيطالي وخاصة اليوفنتوس يعني ليه جماهير في كل العالم مش في إيطاليا بس. اليوفنتوس نادي كبير جدا جدا على مستوى العالم وعلى مستوى الكرة الإيطالية. لكن خليني أسألك عن النواحي الفنية كرة القدم الإيطالية، وعايز أسألك عن حظوظ المنتخب الإيطالي للوصول لكأس العالم 2022، وطبعا حالة من يعني مش من الغضب ولكن من القلق داخل طبعا الكرة الإيطالية من يعني القرعة ومن طبعا الملحق الأوروبي والتصادم مع منتخب كبير زي البرتغال. شايف هل قادر المنتخب الإيطالي أن يعود مرة أخرى بعد غيابه طبعا عن كأس العالم 2018، يعود مرة تانية لكأس العالم 2022؟ كما تعتقد أنت كمقدم برامج وكمشاهد لإيطاليا وروبرتو مانسيني وتابعت الأمم الأوروبية وأنتم شعب لديه شغف بكرة القدم الإيطالية، كرة القدم بها جميع الأشياء. المنتخب الإيطالي عدم تأهله ستكون فضيحة، ستهز الاتحاد الإيطالي والكرة الإيطالية. أن هناك شيء هام جدا الذي يجب ان يحدث. الاول يجب ان ايطاليا تتخطى المباراه الاولى امام مقدونيا، ثم ستواجه البرتغال. نحن لدينا العديد من الابطال الايطاليين وقد مرينا بهذه الظروف، لكن اتمنى مواجهه البرتغال لنثبت للجميع اننا اقوى فريق في اوروبا وان ايطاليا استحقت الأمم الأوروبية. لكن إذا لم تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم ستكون الاتهامات عديدة، وسيتم توجه الاتهام الأول لروبرتو مانشيني. وروبرتو مانشيني تحدث اليوم أيضا في وسائل الإعلام بأن أهم شيء يركز عليه روبرتو مانشيني هو أن يتأهل مع إيطاليا لكأس العالم، لأننا سمعنا الآن أن الإعلام يحاول أن يقلل من روبرتو مانسيني وأن روبرتو مانسيني قد يغادر المنتخب الإيطالي أن يتوجه إلى إنجلترا، لكن نحن واثقون في روبرتو مانشيني وواثقون في اللاعبين. كل التمنيات وكل التحية طبعا، ونتمنى التوفيق للمنتخب الإيطالي ونشوفه في كأس العالم، وكمان كل الشكر ليك أنطونيو طبعا الصحفي الشهير وفي المركز الإعلامي لفريق اليوفنتوس. فاصل سريع ونرجع مرة تانية مع حضرتك.